السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد من سوسيولوجي. اليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم، وهو 10 طرق من الدكتور محمد خير الشعال كيف تدرس. 10 طرق مهمة جدا للدراسة لحتى تدرس بأكثر تركيز وأكثر معلومات ترسيخ بالذهن وتقدم الامتحان بشكل جيد جدا جدا. تابعوا معي الفيديو للآخر. اولا لازم توجه اهتمامك بشكل جيد جدا للدراسة، ولازم تعرف انه العقل ما بيبقى فيه الا الشيء المهم، وانه من وراء هاي الدراسة راح تكسب فائدة مادية ومعنوية. ثانيا لازم توجه حواسك بشكل كتير كبير للدراسة، يعني اذا كنت عم تقرأ بعينيك وبتمسك القلم بايدك وبتنطق بلسانك تتمحور الأفكار أكثر وبتترسخ بذهنك بشكل أكبر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ثالثاً لازم تربط كل شيء جديد عم تتعلمه بالشيء القديم اللي تعلمته، هيك فينك تحفظ بشكل أسرع وبتتثبت المعلومات أكثر. رابعاً استعين بالتشجير والرسم والتمييز أثناء الحفظ. إذا حسنت إنه تعمل الفقرة كلياتها على شكل شجرة منيح، تمام. سيك قلم رصاص بإيدك، حاول تعمل دائرة حول كلمة مهمة، مربع حول فكرة مهمة، حاول تحول الأفكار إلى صور، حاول تبدأ بالمواد اللي بتحبها أول شيء، بعدين انتقل لغيرها، لأنه الدراسة مثل الأكل، بدك شيء يفتح نفسك أو تفتح شهيتك، لهيك حاول تبدأ بالمواد اللي بتحبها أول شيء. الدراسة الجماعية كتير جيدة كمان، بشرط إنه يكون في رئيس أو أمير أو شخص يعني رئيس للمجموعة. إذا حكى واحد أو شوش على الجماعة يسكتوا أو ويحط أوقات استراحة وأوقات للدراسة ويقسم يعني الوقت بشكل منظم. سابعاً الملخصات مفيدة جداً، لكن لا تغني بكل الأحوال. إذا انتهيت من دراسة فقرة أو محاضرة أو درس، لازم إنه تدون الأفكار المهمة اللي حفظتها بهاي الفقرة لحتى تحسن تراجع المعلومات وقت الامتحان. لازم وقت اللي تبدأ بالدراسة تبدأ بالدراسة الكلية أو تحفظ فقرات أو عناوين فقرات، بعدين تنتقل للدراسة التفصيلية. عاشرا واخيرا لازم تطلب من الله تعالى المعونة، وانه يرزقك الفهم وقوة الذاكرة، وانه يعد لك كل شيء قرأته. وفي دعاء جدا جدا جميل للشيخ شعال بيقول فيه: اللهم اني استودعت كما قرأت، فذكرني به عند الحاجة اليه يا رب العالمين. وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، ان شاء الله الفيديو يكون جدا جدا مفيد لكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أنا وليد ممار، السلام عليكم.